بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ أولى المحاضرات العملي لمادة الريموت سنسينج اوف سويل، استشعار التربة عن بعد. وطبعا البرنامج اللي راح نستخدمه في هذه المحاضرات هو برنامج سناب، وهو برنامج عدته المجموعة الأوروبية لمعالجة الصور الفضائية وتحديدا صور السنتينل مبدئيا، وحتى يكون الطالب على دراية بالأمور اللي راح تصير على السنتينل. احنا لا بس ان نبدي بشكل متوازي تقريبا مع ما اعتاد عليه الطالب من معالجة صور اللانسات من اليو اس جي اس. فالمحاضرة الاولى راح نتعامل مع صورة اللانسات، حتى من ننتقل المحاضرات الاخرى الى السنتينل راح يكون الطالب عنده فالتصور كافي عن الاجراءات اللي راح نسويها حتى نعالج بيها الصورة، وبالتالي نقدر نحصل على دلائل أو تصنيفات تخدم عملية مسوحات الترب، مسوحات وتصنيف الترب للأغراض والاستخدامات المختلفة، مثلا الاستخدامات الهندسية، العسكرية، الحضرية، الزراعية وغيرها. طبعا احنا دا نريد نستعرض المحاضرة بشكلها الأصولي. فبرنامج السناب هو قلنا برنامج اصلا معد الى السنتينل، يعني صور السنتينل، لكنه ما يمنع هذا انه نقدر نستفيد منه في تطبيقات على صور فضائيه اخرى. وطبعا هو مجموعه من الادوات بامكان تنفيذ مختلف العمليات ومختلف المعالجات فيها، وهي طورت لتسهيل استخدام وعرض ومعالجة مجموعة متنوعة من البيانات التحسس النائي. طبعا الوصول إلى الأوبشنات الخاصة هي راح تكون من خلال Sentinel Toolbox. طبعا احنا عندنا أيضا مثل ما تعرفون لكل برنامج فد امتداد خاص به. هذا البرنامج طبعا امتدادات الأساسية به هي البيم DIMP، وعندنا جيوتيف والHDF5 وغيرها. حتى تصير عندنا فد دراية كاملة بهذا البرنامج، هنالك بعض المصطلحات التي سترافق استخداماتنا العملية، مطلوب من كل طالب أنه يطلع عليها ويعني قدر الإمكان يحفظها ويستوعبها، قدر الإمكان يستوعبها، لأنه مجمل الأعمال هي قائمة على هذه المفاهيم، ليس في السناب وحسب، وإنما في كافة معالجات برامجيات المعالجة الرقمية. فمثلا عندي أني الداتا برودكت يقصد بها أنه بيانات الاستشعار عن بعد راح تنتج من خلال استخدام أدوات السناب كبرنامج. طبعا هذا راح يؤدي الى مظاهر وصفيه واخرى كميه. عند الباند مثل ما تعرفون الباند هو كنايه عن الطول الموجي، فنقول اسبكترال اور جيوفيزيكال راستر داتا سيت اوف ا برودكت. والباند طبعا هو بشكل عام يمكن ان هو يعني يحدد البعد مالته ويحدد ابعاده او مدياته هو السنسر. فلكل سنسر باندات معينة، ومن خلال هذه القوة التمييزية الطيفية للسنسر راح يتحدد مدى الباند. وكذلك عندنا التايبو انتجريد، هي عدد نقول عليها النقاط الجيوفيزيائية اللي تعادل ما يماثلها على الأرض. وكذلك عندي أيضا الجيومتري، يقصد بها المتوافقات الهندسية الموجودة بالأشكال مع ما تناظرها بالأرض من خطوط ونقاط وخطوط متعددة، يعني أنهار وتفرعاتها، وبوليجونات اللي هي المساحات قد تكون حضرية أو زراعية وغيرها. عندي أيضا شيء آخر كلش هام اللي هو الماسك، وهو يقوم بتمييز مناطق، يعني هو اللي يعزل البيانات النقطية بعضها عن بعض داخل المشهد. وأيضا عندي الفلاج داتا سيت اللي هو نقول عليه يعني نطاق
خاص أو باند خاص يحتوي على معلومات بها جودة أو تشير إلى جودتها أو إمكانية تحسين دقتها الطيفية. وعندنا أيضا الجيو كودينج والجيو ريفرنس والماب والماب بروجكشن، وأعتقد أني يعني مرات على الطالب صياغهن المطلوب من الطالب أن يكون على اطلاع تام بها، وراح يشوف من خلال الممارسات الإجرائية اللي راح تتم خلال هذا الكورس أهمية كل من هذه المؤشرات أو التعاريف. بادي إذي بد قلنا قبل نروح على السنتينل، احنا خلينا نشتغل على اللانسات ونريد نشوف هنا اللانسات شلون راح نقدر نستثمره في حساب مؤشرات طيفية للتربو. قبل أن نذهب إلى السنتينل يعني المعالجات اللي راح نجريها هنا، راح نشوف شلون نقدر نستثمرها على السنتينل. مثل ما تعرفون حضراتكم أنه اللانسات 9 هو اوبريشنال لاند إيميجر 2 اولاي 2، وهو يعني متطور عن اللانسات 8 بأنه الدقة الراديوية زادت، بدل ما كانت 12 صارت 14، يعني بدل ما كان 12 بت صار 14 بت، وبالتالي صار 16 وكسر الدقة الراديوية. وطبعا النطاقات هي مماثلة لل 8، هو ايضا النطاق الاول اللي هو الكوستال، وهو طبعا كلهم في الزبل، عندنا عدل بانوكروماتيك، والعاشر والدعاش هو الحراري، والثامن بانوكروماتيك مثل ما تعرفون. طبعا في هذا الكورس راح نحتاج اللانسات ايضا تقريبا عند الانتهاء من البيانات الطيفيه ومعالجاتها نرجع لللانسات، لان السنتنال ما بي حراري، فلازم نرجع لللانسات ونسوي حساب السويل تمبرتشر كالكوليشن، حساب حراره التربو، حساب حراره التربو. الان ادي هاي المصغرات للي يرغب في فهم الاجراءات اللي راح نسويها. احنا طبعا راح نستدعي اللانسات، نستدعيها بالامبورت من اوبتيكال سنسرز ثم لانسات، ونذهب الى اللانسات جيوتيب، وثم نفتح الصوره كل نطاقاتها من خلال الام تي ال الخاص بها. طبعا تعرفون انه الباند كومبينيشن الخاص بها من نسوي بالكليك الايمن على الصوره اوبن ار جي بي ايمج ويندو، انه عندنا شورت ويف انفراريد 2 اللي هو الباند السابع، والنير انفراريد اللي هو الخامس، والبلو اللي هو الثاني. اوكي راح تطلع لي الصوره بهذه الصيغه، لكن بدقه تمييز مكاني 30 ب 30. هذا البرنامج بالامكان ان نجري عليه جيومتريك كوركشن او اعاده ريزامبلنج للصوره، وزياده الريزوليوشن السباشال ريزوليوشن الى 15 بالاستفاده من وجود الباند الثامن اللي هو البانوكروماتيك، باجراء جدا سريع، يعني بخلاف اللي كنا نسوي بالارداس ياخذ وقت طويل، نوصل الى صوره بدقه 15 في 15 متر. طبعا هاي الاجراءات هسه كلها ان شاء الله راح نسويها بشكل عملي. وثم ناخذ دليل طيفي واحد باللانسات اللي هو برايتنس بشكل عام. البرايتنس طبعا راح نروح الى الاوبتيكال اوبشن اسمه الاوبتيكال، من خلال ثيماتيك لاند بروسيسنج سويل راديومتريك اندسيز برايتنس اندكس بروسيسر، راح طبعا هو هذا البرنامج راح يحدد لي انه يحتاج الباند الاحمر والباند الاخضر. وذات ما تشوفون حضراتكم تلاحظون انه المعادله التي فيه تختلف. ليش هاي المعادله مبرمجه؟ مبرمجه بداخل هذا البرنامج ضمن الاوبشنات. طبعا مستقبلا اذا نريد احنا نشتغل على المعادلات الخاصه بينا بالباند مات، اكو اجراءات لازم نسوي داتا كونفرشن وغيرها من الامور، هاي نتركها للمحاضرات المستقبليه باذن الله. فالان تشوفون انه الناتج برايتنس راح يكون بهذه الصيغه، هاي الصوره اللي امامكم، وهاي الاحصائيات الخاصه بالبرايتنس فاليو. الان ننتقل، هاي الاشياء نريد نطبقها بشكل واقعي، فنذهب الى السناب، نفتح البرنامج.
نذهب إلى فايل import optical sensors landsat ونختار landsat geotiff. طبعا نذهب إلى مكان خزن الصورة بالدي ونشوف في هذا الملف، نختار هذا الفايل import product. لاحظوا البرودكت هنا أنا أقصد به اللي هي الناتج من بيانات التحسس النائي، يعني الخام الكراد داتا، هاي أول شيء. ولاحظوا حضراتكم تفصيلاتها بها الميتا داتا، هاي التفصيلات الخاصة بالبرودكت، راح يشوفون بها كل التفاصيل لكل باند، التسمية لكل باند. طبعا من هنا نقدر نستعرضها، شوفون حضراتكم تفاصيل، يعني الـ MTL داتا تقدر توصلها بالسهولة من هالمكان. لاحظوا حضراتكم انه يشير الى ليفل 1 والتفصيلات اللي خاصه به، وبالنسبه للحد الادنى والاعلى من الراديانس والرفلكتنس، شوفوا حضراتكم الرفلكتنس والراديانس، يعني التفاصيل الخاصه بالصوره الفضائيه. هذا المالت والاد، يعني احنا الاجراءات اللي كنا نسويها بالبروسيسنج راح تجرى هنا بالطريقه انه هي موجوده، يعني موجوده ضمن المعالجات، تختصر لنا كثير من الوقت والجهد. تمام، نجي الى الباندات مثل ما تشوفون حضراتكم الكوستال والبلو، طبعا متوسط الطول الموجي لكل باند امامه، الجرين وايضا الريد والنير انفراريد والشورت ويف انفراريد 1 والشورت ويف انفراريد 2 والمانوكروماتيك. تمام، لو نروح هسه الى الصوره، عفوا نقدر نغلق منها طبعا هاي التفصيلات. تمام، زين، لو اروح هسه الى كليك ايمن اوبن ار جي بي ونختار من هنا شورت ويف 2 انفراريد 2 والنير انفراريد ونقول اوكي. لاحظوا حضراتكم ايش راح يصير، تشوفون ايش يصير، يصير هنا عندي اذا نركز على هاي الدقه راح يصير 30 في 30 متر، 30 في 30 متر. تمام، يعني لو نقربها بهالصيغه نشوف 30 في 30 متر. تمام، خلي نروح الى الاجراء اللي احنا نقترحه، راستر جيومتريك، عفوا ريزامبلنج باراميترز، نقول باي بيكسل، نقدر نختار نقول له هنا 10 عفوا 15 باعتبار انه الحد الادنى هو 15. رن كلوز. خلينا نلاحظ من نسوي هذا الاجراء الاخر راح يكون عندي شورت ويف وايضا نير انفراريد، طبعا لان صارت عليها معالجات فتحولت الى اس دولار تسبقها. اوكي، لاحظوا هنا صارت 15 في 15 ونقدر ايضا نقارن بيناتهم بهذه الصيغه. تمام، وهاي ايضا مجرد هالشكل راح تصير هالشكل هنا، شوفوا لاحظ هاي الصورة اللي هي 30 ب30. وخلينا نشوف نفس المكان بهذه الصيغة لما تكون في 15 في 15 متر، لاحظ يعني نلاحظ انه التفصيلات كيف أصبحت في هذا المكان وفي هذا المكان أيضا. زين، الآن نريد نشتغل على الأوبتيكال عندي ثيماتيك، أقدر أشتغل على هذا الإجراء هنا بهالشكل انه مباشرة ما عندي بيه مشكلة، واحسب من الاوبتيكال البرايتنس، واقدر بهذا الجانب ايضا اشتغل على هذه اللقطة اللي هي الزيادة بالدقة المكانية بها. فنذهب الى الصورة المحسنة، طبعا بالمناسبة نقدر ايضا نسوي هذا الاجراء من الراستر سبسيت انه نستقطع الجزء اللي نحتاجه من الصورة، نبدي بهالشكل نقدر نسوي بهالصيغه. تمام، الباندات نقدر نختار فقط اللي نشتغل عليها،
فقط نشتغل عليها، نقول له اوكي يس. فلما نجي هنا راح نشوف انه عندنا النير انفراريت شورت ويف انفراريت، وعندنا النير انفراريت والهرين. تمام، مكان مستقطع ايضا 15 في 15 الدقة المكانية الخاصة بي. خلينا نشتغل على الاوبتيكال سكيماتيك لاند بروسيسنج سوي راديومتريك اندسيز برايتنس اندكس بروسيسر. شوفوا حضراتكم راح نشوف انه هو حدد يحتاج الريد والجرين، يحتاج الريد والجرين. راح نقول له ران ونشوف الناتج كلوز. شوفوا حضراتكم نذهب الى باندز، نلقى البرايتنس. طبعا منها نقدر نحدد الحالة الإحصائية والتدرج اللوني أيضا من خلال بيسك، نرجع نقدر نغيره، نقدر نسوي أشياء يعني شلون نقول عليه سمبولوجي خاص بينا بالصورة. راح تبين لي حالة التنوع في سطح الأرض، حالة التنوع في سطح الأرض، واللي طبعا راح نتعرض له ونتعرف له من خلال المواد النظرية لاستشعار التربة عن بعد. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون عن تطبيقات السنتينل، شلون نقدر نحسب الدلائل الطيفية للتربة من خلال برنامج السناب على السنتينل، نتعرف للسنتينل ونشتغل عليها. أستاذ دكتور أوراس محيطاها، جامعة الكرخ للعلوم، كلية التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم التحسس النائي. تحياتي لحضراتكم.